بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعزائي الطلاب، نبدا اليوم بدرس جديد من دروس اللغه العربيه بعنوان العدد المركب. في هذا الدرس سنتعرف على انواع العدد، وهو نوع مفرد ومركب. نقرا الامثله التالية: سكن الشجرة ستة عصافير، سكن ستة عشر عصفورا شجرة التوت، لم يوافق ثلاثة عشر عصفورا على الهجرة. ما عدد العصافير التي سكنت الشجرة؟ نلاحظ الجواب ستة. إذا العدد ستة. هنا العدد ستة، ما المعدود؟ المعدود العصافير. إذا ستة نطلق عليها عدد، أما العصافير معدود. لاحظوا معي أعزائي الطلاب، سكن ستة عشر عصفورا شجرة التوت. كم عصفورا سكن شجرة التوت؟ الجواب ستة عشر، إذا العدد ستة عشر. أما المعدود عصفورا. أعزائي الطلاب، لاحظ أن العدد هنا يدل على التأنيث ستة، أما العصافير تدل على التذكير. إذا يأتي العدد مذكرا ويأتي وقد يأتي مؤنثا. سكن ستة عشر عصفورا شجرة التوت. أيضا نلاحظ أن ستة مؤنث وعصفورا مذكرا. إذا قد يأتي مذكرا وقد يأتي مؤنثا. مثال على ذلك، عندما نقول معي معي سبع يمامات. كم يمامة معي؟ نلاحظ أن عدد اليمامات التي أملكها سبع. إذا كلمة سبعة هنا تدل على التذكير، أما يمامات مؤنث، المعدود مؤنث، أما العدد كما قلنا سبعة. إذا العدد لو أردنا أن نعرف العدد لوصلنا إلى التعريف التالي، أن العدد هو اسم يأتي ليدل على مقدار المعدود، أما المعدود يأتي ليميز العدد. لو قلنا سكن الشجرة ستة، لو حذفنا المعدود وأبقينا العدد. طيب هل نستطيع أن نعرف كم؟ هل نستطيع من الذي سكن الشجرة؟ الستة، ولكن ما الستة؟ العصافير أم الحمامات أم الطيور أو إلى ما هنالك. إذا المعدود يأتي ليميز لنا العدد المبهم، العدد المبهم. إذا قلنا سكن الشجرة ستة وحذفنا عصافير لأصبح المعنى غامضا مبهما، ولكن مجيء المعدود، عندما يأتي المعدود يأتي المعدود ليميز لنا ما الستة، ما هي الستة. هنا عرفنا أن الستة هي العصافير، وكذلك هنا سكن ستة عشر عصفورا شجرة التوت. أيضا لو قلنا سكن ستة عشر شجرة التوت، لو حذفنا المعدود لأصبح العدد مبهما. لذلك المعدود هو اسم يأتي ليميز لنا هذا العدد المبهم، وقد يأتي أيضا مذكرا وقد يأتي أيضا مؤنثا. نعود إلى الجملة الأولى، سكن الشجرة ستة عصافير. لاحظوا العدد ستة. العدد ستة، نلاحظ أن العدد ستة هنا مؤلف من جزء واحد. هذا العدد الذي يأتي من جزء واحد يسمى عدد مفرد. سكن الشجرة ستة عصافير. إذا ستة كلمة واحدة، هذا العدد يسمى عددا مفردا. أما في الجملة الثانية، سكن ستة عشر عصفورا شجرة التوت، نلاحظ أن العدد هنا جاء عبارة عن كلمة
قيمتين أي جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، وهذا العدد يسمى عددا مركبا. إذا العدد المفرد يأتي جزءا واحدا، أما العدد المركب يأتي مؤلفا من كلمتين أو من جزئين. لم يوافق 13 عصفورا على الهجرة. نلاحظ أن العدد 13 والمعدود عصفورا، هذا العدد نطلق عليه عدد مركب. لماذا؟ لأنه جاء مؤلفا من جزئين، من 3 ومن 10. أعزائي الطلاب، لدينا تدريب بسيط. حدد نوع العدد في الجمل الآتية. نقرأ الجمل: تعاهد 3 أصدقاء على الوفاء، قرأت 14 فصيحة عن الصداقة، أقمت عند صديقي 18 يوما. ندقق في الجملة الأولى: تعاهد 3 أصدقاء على الوفاء. نلاحظ أن العدد 3 هل هو مفرد أم مركب؟ نلاحظ أن العدد جاء كلمة واحدة، إذا نقول 3 عدد مفرد لأن العدد هنا جاء كلمة واحدة. قرأت 14 فصيحة عن الصداقة، العدد يتضح لدينا 14. إذا هذا العدد مؤلف من جزئين، نقول إنه عدد مركب 14. الجزء الأول 4 والجزء الثاني 10. أقمت عند صديقي 18 يوما. أين العدد في هذه الجملة الثالثة؟ نلاحظ العدد 18. أيضا نلاحظ أن العدد هنا جاء جزئين، إذا نقول أن هذا العدد هو عدد مركب 18. الجزء الأول 8 والجزء الثاني 10. أعزائي الطلاب، سكن الشجرة 6 عصافير. قلنا أن العدد 6 هو عدد مفرد لأنه يتألف من جزء واحد. نلاحظ الأعداد المفردة تقع ما بين العدد 1 حتى العدد 10. أما الأعداد المركبة هي التي تقع بين الأعداد من 11 حتى 19. 16، 13. إذا قلنا في الصف طالب واحد، واحد عدد مفرد. في حضر الاجتماع 10، حضر الاجتماع 10 مدراء، حضر الاجتماع 10 مدراء. إذا 10 أيضا عدد مفرد. إذا نذكر بأن الأعداد المفردة تقع ما بين العدد 1 حتى العدد 10، أما الأعداد المركبة تقع ما بين الأعداد من 11 حتى 19. أعزائي الطلبة، هنا من خلال هذه الأمثلة نكون قد وصلنا إلى قاعدة هامة تتضمن تعريف العدد والمعدود والعدد المفرد والعدد المركب والأعداد المفردة والمركبة. العدد كما قلنا هو اسم يدل على مقدار ويكون مذكرا او مؤنثا. المعدود اسم ياتي ليميز العدد ويكون مذكرا او مؤنثا. العدد المفرد هو عدد مكون من جزء واحد، اما العدد المركب هو عدد مكون من جزئين. إذا كما قلنا هناك ملاحظة، الأعداد المفردة هي الأعداد التي تقع بين العدد من العدد 1 حتى العدد 10، أما الأعداد المركبة هي التي تقع بين الأعداد التي تبدأ من 11 حتى 19. هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، نلقاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.